بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. كما ترون، اليوم سوف نشرح طريقة تركيب عدد الدورات بالنسبة للآلة، صناعة شباك الآلة اليدوية. اليدوية راح نضيف لها عداد الدورات والإيقاف الأوتوماتيكي عند طول السلك، يعني عند الوصول السلك إلى المسافة المراد عملها، يعني متر وخمسون أو مترين أو مترين وخمسون، يقوم العداد بإيقاف لنا المحرك تلقائيا عند هذه المسافة. الآن هي يعني نفس الآلة، راح نضيف لها يعني عداد كما ترون، زائد هذا الذي يقوم لنا بعد الدورات. سوف نقوم بالتركيب، يعني بالنسبة للعداد قمنا بتركيبه، كذلك هذا الكابتور المحرك، والآن سوف نقوم بالتجربة. ترون العداد الآن اشتغل، مضخة الماء تشتغل، هذا الزر يعني يقوم بالتحكم يعني العمل اليدوي، العمل آلة يدوي، أو هنا لا تشتغل، وهنا نقوم العمل بالعداد. الآن عندما نقوم العمل بالعداد سوف تشتغل معنا الآلة، هنا توقف المحرك، سوف نقوم بالعد مرة أخرى، توقف كما ترون. بالنسبة للعداد هنا نستطيع القيام هنايا العشرات، الوحدات، هنا العشرات، هنا المئات، وهنا الآلاف، يعني هنا نستعمل هنا حسب المسافة المراد عملها، ويقوم العداد بالعد تلقائيا، وتصبح لنا يعني المسافة، يعني المشكل أثناء العمل باليدوي هو المشكل حين القطع، يعني يصبح سلك طويل وسلك قصير نوعا ما، وهذا الحل يعني حل بسيط وغير مكلف، يمكن أن يحل لنا بعض المشكل يعني بالنسبة لعدم الانتباه أثناء العمل بالنسبة للآلة اليدوية. هذا المشكل يصبح بالنسبة للمشكل المسافة أو طول عرض السياج، يصبح العمل يعني سهل، وتصبح الآلة يعني تنقص يعني عمل بالنسبة للنظر أو إعادة السلك، يعني بالنسبة للآلة اليدوية، بالنسبة للآلة الأوتوماتيكية أو النصف أوتوماتيكية، يعني هذا المشكل ليس فيها. هنا المشكل بالنسبة للآلة اليدوية، لقد قمنا بحل هذا المشكل، يعني بعض الزبائن طلبوا منا هذا المشكل تاع الطول أو عرض الشباك، قمنا بحله. والآن المشاهدين الكرام الذين يودون تركيبه، يعني هو عمل سهل جدا، عمل سهل. هذا نقوم بتركيبه مع مخفض السرعة من الجهة الثانية ليقوم بعد الدورات، وهنا العداد يقوم لنا بعد الدورات والإطفاء تلقائيا. وأرجو أنكم أجبت على الأسئلة التي طرحت عني، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ونرجو من المشاهدين الكرام
تدعيمنا وتقديم مقترحات إن كان هناك مقترحات لعمل الآلة، وسوف نوافيكم إن شاء الله بفيديوهات آتية يعني عن بعض المشاكل التي تدخل في صناعة الآلات. وفي الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، وإلى اللقاء في موعد لاحق إن شاء الله.